يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت في سفر فأدركت الصلاة في الركعة الأخيرة من العصر، كنت في سفر فأدركت الصلاة في الركعة الأخيرة من العصر فنويتها ظهرا ثم صليت العصر قصرا وجمعا، فهل فعلي صحيح؟ أعيد السؤال. كنت في سفر فأدركت الصلاة في الركعة الأخيرة من العصر فنويتها ظهرا ثم صليت العصر بعدها قصرا وجمعا، فهل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح، لكن إن كنت صليت خلف إمام يتم فلا بد أن تتم، لا بد أن تتم الظهر، لا بد أن تتم الظهر. وأما إذا كنت صليت مع إمام يقصر قصرت معه فلا بأس. نعم.